بسم الله، سلامات يا شباب. معاكم أخوكم هشام عز الدين، سوداني من سكان ولاية كاليفورنيا. بصراحة كنت عايز أتكلم معاكم في موضوع مهم جدا، اللي هو الانتقاد. تلاقي واحد ولا واحدة نزلت لها عمل، صورة فوتوغرافية، فيلم سينمائي، مقالة، ولا يعني رسمة، أي حاجة، وبتكون عادة حاجة يعني في غاية الجمال. واحد بيكون فخور إنه ده عمل سوداني نزل وكده، وتقوم تقرأ التعليقات تحت ويجيك إحباط، يعني كفيت يمين وشمال. ما عارف ليه يعني أنا بصراحة برأي إنه الانتقاد ده أسلوب نظر للأشياء بطريقة سلبية ومتشائمة جدا، يعني زي قاعدة نصف الكوباية. يعني كوباية زي دي أنت شايفها شنو، نصها مليانة ونصها فاضية يعني. فالناس اللي بيروا الكوباية نصها فاضي دي الناس سلبيين جدا، ويعني النجاح في حياتهم هيكون يعني صعب جدا يعني. فيا ريت يعني الحكاية دي نحاول نغيرها فينا وكده. وبعدين انت لاحظ يعني، شوف الفنان ده لما ينزل له عمل يعني للناس، ما هو هدفه؟ يعني الهدف دايما بيكون يعني اعتقد انه هو عاوز الناس تشوف العمل ويعجبها يعني. فاذا كان العمل اصلا هو جميل وانت ما شفت فيه إلا 10% اللي ما عجبتك دي واتكلمت عنها هي بس، يعني ده معناه انت اعتقد نوع من الحقد يعني. يعني زول ده اشتغل في العمل ده وتعب فيه وحنانه طلع وخدت لك عشان انت يعجبك، وانت ما شفت فيه إلا 10% اللي هي غلط. وبعدين ما في عمل بيرفكت يعني، ما في أي عمل حيكون 100% يعني في آخر يعني. والله لو يعني حتى الحاجة تطلع من هوليوود ما في حاجة 100%. ومعظم الناس أصلا المبدعين والمتمكنين في المجال، في أي مجال، حتلاقيهم ما بينتقدوا يعني. لو مسكت مثلا يعني أنا من أفضل المصورين الفوتوغرافيين في السودان مثلا، الجروب بتاع على خير، عمري ما قبضت على خير بينتقد لي في زول مثلا، والله الصورة كانت شينة ولا يعني ليه؟ ليه ولا ناس طلع العفيفي يعني؟ عمري ما لقيت طلع العفيفي بيقول لي والله فيلمك ده زي الزفت يعني. يعني انت الحاجات دي المفروض توديك توريك انه الناس اللي بينتقدوا دول هم معظمهم بدائيين وناس عندهم علم محدود يعني. زي قاعدة الزجاجة يعني والحجارة يعني، لو جبت لك زجاجة، علبة بتاع الزجاجة، وحطيت لك فيها حجرين وخجيتها، بتعمل صوت عالي شديد جدا. ولو مليتها حجارة للفل وخديتها ما بتعمل أي صوت. فالحجارة زي العلم يعني، والزجاجة زي الزول يعني. فالزول بيكون مليان ما بيتكلم كتير، ولو اتكلم بيتكلم كويس، بيقول كلام جميل يعني. والزول بيكون مخه فاضي وفيه بس عنده معلومتين ضايل يطلع بيهم السما، بيتكلم كتير يعني. في الختام الواحد يعني عاوز بس، والله ما عاوز إلا كل خير للسودان ولكل الفنانين السودانيين، واتمنى لهم النجاح. ويلا بينا خلينا ننهض بالسودان فنيا، ونكون ناس مبدعين وناس جميلين، بنحب الجمال ومنشوف إلا جميل. معلش لو زعلنا يزول فيكم يعني، معلش معذرة. يلا يا شباب، السلام عليكم.